السلام عليكم متتبعين ديال اختي ملكه ام نسيمه، مرحبا بكم عندي ومرحبا بكم في داري في كوزينتي. دابا خواتاتي راهم معايا مجموعين، راه حنا في فاس. والو نمشيو عند اختي فوزيه، شي وات فوزيه ترجطات ساعه قالك غنمشيو وجرتهم كاملين. يلا رجعتنا في التران والله قلت لهم يلا طيبوا الغدا معايا ونتغداو مجموعين ونضحكوا. اختي واليوم راه اختي عزيزه بغات واحد التحيه بعدا للمشاهدين ديالي فين ما كانوا، داخل المغرب وخارج المغرب. نتمنى ان شاء الله كلشي يكون بخير وعلى خير. ايوا اليوم اختي عزيزه راه مكبره بينا، وشكرا ليها بزاف. اليوم اختي عزيزه راه دايره لينا البسطيله ديال الحوت، حيت كعرفاني كنموت على البسطيله ديال الحوت. مرحبا بكم، والله الا نهار كبير هذا ونهار عارفاني كنموت على البسطيله. ما جيتي من دور غديري الريجيم، شفتي البارات قلتي لهم اللي يطراو يشوف الحوت هو لو كان حماق. انا قلت عليك النهار تجي تبقى نوريك غير اللحم وهذا باش ما بقيتش شاكري. شوفي نهار تجي عندي غير الحوت. لا 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 هو كاع بينا نوريك الحوت باش تزيدي في الوزن. لا 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 مشينا عند اختي فوزيه، جينا دزنا الفاس، ولكن صافي الصراحه باركه غنهربوا بحالنا. عرفتي المتتبع راه ما نقولش اختي عزيزه بسلامه، غنخليها ناعسه الصباح ونهز الشنطه ونخر، حيت تنقولها العشاء تقولي لا والله ما تمشيش الصباح. الصباح ديال الابتسامه لا لا كتقول لك لا لا ما غنعلمهاش. ما تقوليهاش راه كان تيوقع لي هذا المشكل مع اختي فاش نمشي، اما يخبعوا عليا جلابه اما الصباط، المهم ضروري شي حاجه مهمه يحيدوا علي. دابا ما بقاش نقول لهم راني مالها، تنمشي نلبس حوايجي حتى نقول لهم سلامه. وراك عندي العزيزه نعيط لها في التليفون نقول لها اختي عزيزه سلامه. ايوا كيما تشوفوا اختي عزيزه مسكينه قاتله راسها هاد النهار. لا ما قاتله راسي، راني مشيت معاكم وانتم كتهابوا حنا كنخدموا. اختي عزيزه راكم كتعرفوا التاويل تبارك الله والشهيوات ديالها يا لالا. ايوا راه الشهيوات تبارك الله، اي حاجه حطاتها تبارك الله من يديها راه سمعنا. ما هي لا فوزيه تبارك الله اليوم بجوجات والله وزين، وتا انا زيدين اليوم ماما يا انا وماما. لا 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 خوتي شي تبارك الله، لا لا عطوني غير داك الشيء بسط، داك الشيء ديال البسطيله والحلوه داك الشيء البلدي، داك الشيء البلدي لا ما غير بلديه ما جايه من هذا الشيء. شي ديال البلدي شي ديال الرومي، لا 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 شي حاجه بلديه مرحبا، شي طواجين بلدي، شي مخمم، شي سكسو بالحليب، هذا الشيء مرحبا. هذاك الشيء راه تبارك الله. يلا فوزيه هضري شويه مع المشاهدين وجهدي شويه. اختي خلوني انا في صحتي، بقاو عليا زيدي في الصوت. ها الصوت مشى ان شاء الله. بقى شغل تاخذي الله يبا صاحبتي قتلتي راسك. انا فاه اصحاب الكره تيغوتوا بالراس. شوفي عطيني عطينا المقادير، عطيني المشاهدين ديالي المقادير ديال البسطيله بعدا. اه نعطيهم حتى تعطي اختي التحيه. السلام عليكم متتبعين ديال الملكه ام نسيمه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا اليوم راه حنا هجوم عند عزيزه. مرحبا والله وشكرا لك بزاف. كانوا عندي التصدق والله القسم اليوم كنت ناويه ان غندوزو الله يخبر ان شاء الله السيمانه الجايه يشوفوكم عندي ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكيف ما كتشوفوا هي عزيزه كدير لنا بسطيله وشكرا ليها بزاف. الله يلا شكرا لك على الشقه اللي راه شاقيه علينا. لا والله ما شاقيه ما والو، كبرتي بينا صغيره. كبرتي بينا الله يكبر. دابا عزيزه غادي تقول لنا شنو دارت هنايا، شنو دارت لنا هنا؟ بسطيله عاديه ديال الحوت، صوتت الكروفيت، صوتت شويه ديال الكروفيت القياس اللي غتحتاجو، والكالامار حتى هو، والسيبيه، والميرنا تاهي دهنتها ودرتها في الفران ولا تسوطيوها في المقله المهم اللي بغيتو. والشهيه كديروا داك القشور ديال الكروفيت وتصفيوهم عليهم حتى يرطابو وتقطعوهم حتى هما تنشفوهم. والشامبينيون الشرميله اللي متعودين عليها، الشرميله القزبور ومعدنوس ضروري، والثومه وشويه ديال الهريسه كمون شويه ديال الحمرا اسود اسود حتى انا به كنخدم هذا الشيء اللي تيعجبني انا. هذا الزيتون خلاص والفرنسيه وكما العاده راه البسطيله هي المهم. راه عندي البسطيله وين كاينين البنات اللي كيطلبوا لي عاوتاني كيقولوا لنا عاودنا البسطيله عندي البسطيله الحامضه والحار والثومه وربع داك الشيء كيتقن البسطيله. داك الشرموله كتجي الصراحه انا كنقول الشرموله بلا شرموله وحده بشرموله. الشرموله كتجي لا لا الشرموله كتجي واعره واعره.
امونا كتجي واعره. نديرو فيها شويه ديال الفرماج. الفرماج حلو انا عارف انا كنخدم بهذا الفرماج كيجينا بالفرماج احسن من هذا كيجي انا هذا سهل باش كنخدم. ايوا نتمنى تقبلوا عليا المتتبعين اختي مالكة، واللي بغى يجي عند اختو مطبخ ام عمر عند اختي بوزيا مرحبا بي والف مرحبا ونوروني والله العظيم يا فرحه كبيره مع لومبيوس كوزينه ما كنعاونوا ما والو في كلاسي نجمعوا بعضياتنا راه شي فاش كيجلس حداك شي واحد وانت كتيا الشغل ديالك يا كيجلس حداك ماشي راه كتجلس في الصالون وما خليتو مسكين تما فاش كتجلسي بوحدك تيجيك داك الشيء ثقيل لا لا حتى الفيديو كتقلب ديري حتى واحد عرفتي واش تبقات الكوزينه واش حتى نتوما البنات فاش كتكونوا بوحدكم كتعياو في الفيديو لا لا كنقول لهم والله ما شحال حتى شحال فيديو كملتو ما حطيتوش غنبقى فيه هذا فيه 6 دقائق وما تبقاش قاعد تحطيك تنبدا مشي للكوزينه ورجع للدار ايوا سالي الشغل الفيديو ما قدرناش يكمل والله كيجي فاش غتخرج نقول وانا ديك الفيديو ديال باش ندوز فيه ديك الزربه راني غاده جايه تنطري بوحدي ما تعجبنيش تعجبك ودايره فيديو تنهضر تهضري الناس لا لا درتي الفيديو ديال الزربيه ديال هذا حمقوني زاد الفيديو ديال كمان ما كيطلعوا واعر تنطلعوا واعر ما باي اه والله الا كيطلعوا فيا ايوا هذيك الزربيه كانت واحد المتتبعه بعثها ليا وما عقلتش على ديالها غادي تلمط دابا فاطمه ايوا ما تديريش وحده عليها عزيزه انا كندير وحده عليها عاد كنرد انا كنلمطاش هكا ما كتشد لي الوقت بزاف طيب كتبقى شويه هو كل واحد خلص ملي كتكون بسطيله كبيره واحد السواقه ملي كتكون بسطيله كبيره هاد الجنوبه ما كيكونوش واصلين حتى الوسط هذيك خصك ضروري ديري وحده ديري وحده داك الشيء هذه صغيره غادي راه غادي يجيو شي فوق شي كندير شويه ديال البيض والسوجا باش كت ما كتنفخش هنايا الزيت ولا الزبده لا غير الزيت والهليس الحقيقه الزيت كتجيبها مقرمشه انا كنخلط الزيت مع الزبده ندير غير شويه زيت يا سوري قلت لك قيمتها في السنديش راه في ذات قيمه ويا المشاهد المغرب مخدي حتى ما غاونيني خلي غير هاد الله دينا يلا من براس الله نعم قيمة الصاد والسنشا قيمة بزد غاميني خامم مالو غاتدو سبعين هاديك الخطة العربية الشلحة قولي المتتبعين المتتبعين بغيتو ديرو الخانة ديال الشلحة أنا وماما وبقى نرملكم جوج فيديوهات في السيمانه سيمانه ما نرملوش يوميا غير ديال الشلحه المره العربيه فيها وتقول يلا ردوا علينا الا بغيتوا القناه ديال الشلحه خاصه بالشلحه نديرو شي وقفات عليها المتتبعين ماشي ماشي تلعب اش داك اختي سيري تقلسي راكي ما عارفه والو كيفاش وشوف باش غنديرو وغنمشيو عند امي حليمه تدعمنا في ديك القناه ديال الشلحه وان شاء الله ونكملوا فيها ان شاء الله يا رب نديروا القناه ديال الشلحات صافي ماما ومالك الشلحات خلاص عطيك حتى تشبعي المشكله الهضره تزيد بوحدها والهضره ديال بنا بوحدها ماشي مشكله ماما ماشي مشكل ماشي مشكل المهم عتنقغ ولا تنسى كنعرف كل شيء ما عرفتيش نسلكو بعدا تنعرف خلاص ما تنسلكاش ايوا زديت عاد ليس محياها في الدوسر هادي واخا ما طبعا نزوق لها وجهها ضروري غنزوق لها هذا شتا السواق اللي دارت لكم ليلى الفاسيه ديك الفطره اللي حطات لكم فاش مشيتوا عندها لمراكش زوين ليلى مراكش ليلى ليلى مراكش زوين داك الزواق اللي دارت وراه الزواق هو اللي تيوكل في راسك واخا تكون تاع المذاق صاحبتي تاع المذاق تاع الزواق كيطلع عينو المذاق والله الا كاين واحد الزواق فاش كضربي لداخل ما فيها ما يدلاش هذيك اللي كنت شفتي عند مزمحني انا كليت شحال في الصيله هذيك حمقات لا هذيك عجبان ان شاء الله في الخطوبه ديالي كنصيب لك مسطيل مذاق الخطوبه فاش يجيو يقولوا الهضره يجيو يصيبوا المسطيلات لا لا حنا خصنا نديرو كلشي في الفطره ياك ما نقول صافي راه هضرنا انا عندها عايزه نبقى حنا غير نهضروا نهضروا ايوا يجيو يهضروا مع بعض وصافي با دابا عزيزه قال وسعيد قالك سعيد وعزيزه في الكافيه بصح لا عطاك الله يسخر ليك ايوا نوض يا فوزيانه صايبوا الحلاوي غادي الحلاوي الحلاوي يا لالا والله الا طيبتيني بهاد انا لا شفطنا امير الفاسيه صاحبتي شي حاجه انا طيبتيني دابا انت الشيء اللي ضرب والله يفرش راسو قدام
هذا سيقولك اختي بغيت داكشي ديرو مستون انت كل مره وتضحينا وهادشي الراجل وتعاودي تزيدي عليك الله يعطيك الزيزه عليا بغينا نفرحوا بك بغينا نفرحوا بك حرام عليك دابا المشكله اللي في يدي في يدي فوت تنجري على الخطاب دابا قولي ما نديروش عليه بلا ولا بعقلي ولا بوالدي انت كتجري على الخطاب خصك تجري على الخطاب ايوا اختي بغيت نكبر بنتي الدنيا خصها تكبر يلا لمطي كيجي لك المطبخ يا سدادر انا ايوا المشاهدين ديالنا غير كنضحكوا معاكم كنشطوا معاكم بغيوكم الملكه هادي والله العظيم وعتي حنا الا قالتها جات لها عليا خلاتني غير بالزواج من الزواج ربي يهضروا معاها شويه زيد عليا وقت ما دير شي فيديو خاصها تذكر به الزواج الناس كيطلبوا في الشغل صاحبتي انت ما بغيتيش وربي جاب لك اللي قبل لك بلا بنتك ايوا كترجعي دابا ايوا خلينا عاوتاني واحد الساعات الخياط ما فيش اللي يخدم ما فيك ليها تبقى شي واحد ودابا ما فيا ما يخدم وكلي على راسي غادي غير مع الاستاذه وكلي على راسي وغادي كما تتشوفوا المشاهدين ضروري نديروا الكيدون نتقبوها نتقبوها باش ديالك جربتي باش ما دابا الكوموند الناس انا راه الثمره ديال الطيور راه ماشي هي الكوموند هي الثمره ديال الدار ضربي فيها الشوط والكرات وتجي مراك تقول داك الحيط راه ما مسلش مزيان هذاك راه تمسك الا تحتي على الناس بحال اللي فهمتي تصيري وين عاوتاني كل واحد كتنفخش كاع عندي خصها شي جهاز ما يتقيس داني كتدخسي فيها السن لا بقا تغطيها في الفرن باش ما طلعش كاع خصها ما انا بقيت فاش شفت تضربت لي الدين تاعي تخلعش ملي تقول اش تقول عاود راه تتشير بلي حتى الفيديو غير تتبدا تشوفها راه ها لي الدين لي الدين واش الناس كيخبوا لا لاحظت كلشي كيخبوا لا وليت نخبوا لي الدين راه درهم ديال راه وليت المديره ديالك شنو غادي ندير يا الباركه شوفوا الزواق ديال اختي عزيزه شوفوا مشيش ما نكبرش عليكم ها ما نكبرش عليكم كمشه ومصم كمشه غنبدا غتبغي البنت ضروري غدا لك الوريضه عزيزه عزيزه براسها راه وريضه راه هو لقى ما عجبتنيش ولا ماشي مشكل ماشي مشكل هذا ما هي خصها ورقة ورقيقة ديريها ورقة شوية ولا ماشي مشكل حتى انا كنقدها غير هنا هذيك الورقة اللي كتكون رقيقة شوية ورقة غليظة ويني ماشي مشكل دابا غير هنايا غير عطيها الفران يكون ناقص كتجي مقرملة ايوا فوزية عزيزة سكتي انا وين ما كنعرفش نهضر ما كنبغيش نخدمي ورا الناس كيبغيو تخدمي وتهضري ايوا حنا ها فين داك العقل دابا واش كتزيع الخدمه ولا الهضره ها كيبغيو الهضره انت في الكازيه انت هضري تخدمتي لا لا توحيد ما عندي كنهضروا هادشي بغيتي ديري جوج قنوات وحده في الشلحه وحده في العربيه لا شي حاجه هذا سنو شاخ هذا سنو شاخ اخواج هذا تقد غير فيه يلاه تعرف شويه غاسات تتبقى شخ اش مزال ما تيكيف دير اربعه ابقى نخليكم مره نمشي مره نجي ايوا غزتونا شي مشكل تنكملها هكا ايوا بقاو معنا بقاو معنا ها بقاو معنا تتكملها تتكمل اختي عزيزه ونرجع معاكم
صافي ساليتيها عزيزه ساليت اختي هانتوما الزوق ديال البسطيله ديالها وهنا الوسط درت هاد الوريضه هذه قطعت غير البسطيله عاديه والورقه نيتها راه مشات الورقه نيتها على جوج هذه قطعتيها غير رقيقه درت لها البيض وشويه ضروري البنات تقبوها تقبوها مع الجناب هكا باش كتقيس غير بقاو هما اللي تقبوا الكروفيت صافي ايوا بقاو معنا حتى تطيب القياس زوين تاع هاد البسطيله قياس زوين فاش يكون الناس قلال دابا عزيزه شحال باش كتخرجي هاد القياس هذا هادي ب 12 الف ريال هادي حيت 36 وكاينه الاصغر منها كتدار ب 10 الف ريال والكبيره نتاع 18 ريال تندير تاع انا غير ديك الكبيره 18 الحوت اكثر من الشعريه ما كنكثرش زعما شحال كيدخل الحوت في ايوا على حسب كيلو ونص انا كندير في ديال 45 كندير فيها كيلو ونص ديال الكروفيت كيلو منقي منقي كيلو ديال الميرنا كيلو ديال حوت شي حوت بيض ولا ما لقيتش حوت بيض كندير جوج كيلو ديال الميرنا مزيان تكون حيت ثلاثه اشكال الحوت اللي كدير كيلو ونص الكالامار وكيلو لا غير كيلو ديال الكالامار ونص كيلو ديال سيبيا كتزيد حتى هي كتجي فيها لوكوزين كتجي لوكوزين عامره كتجي تقريبا بحال الكلام كتجي مهبره هي زوينه ايوا انتم معنا تطيب البسطيله ديالنا ونشوفوا الشكل النهائي ديالها شي كيسه ولا شي كسكسه ولا نعيط لها اختك قلت لها واش كتجيها راني خارجه نسيت وكنت كاينه لها نهار الصوت غنديروا الكيسه هي نسات ها شنو ماما انا اختي مليكة ها انا والله عطيك الصحه اختي عزيزه على هاد البسطيله هادي كما قبلو ديال هي والله العظيم هانتوما الزربه ما ماشي ديال فيناتها وداك الشيء لا حطوا طريق لا لا شكرا شكرا لك اختي عزيزه والله يا شكرا بزاف بزاف والله كبير هذا كبرتي بينا الله يكبر بك الحبيبه ديالي الله يخليك الله يخليك كبير هذا والله وشفت واحد المشيشه هنايا متتبعينا تما درتي لها سميته ديال الانجليز الثلج ياك الثلج كيقولوا له بالانجليزي سنوي 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 انا حيت بيضاء مشغيبه مشغيبه شتها شتها مشغيبه جات امريكا جات تتشمشم فيا مشات شمت صات التليفون وجات جلست حدايا جلست حدايا وحطت التليفون ملي كنجي من الزوكا وختك تشري لها ديك الساعه شري لها ماما شي بسطيله شي فرماجه اش غادي اش غادي امريكا بس مع الله وخدني البسطيله ديالك عزيزه شري لها شي حفله شركات شطون فوق البسطيله لا فوزيه كيعجبها السردين داك الصغير ولا الشطون تحبني غيجي مساعد باش نقليه لها شوفي حتى الليل ونتمشاو به ها تالين ونتعشاو بالشطور لا لا ها راحو السير خواجه حمزه بنت حرج ذاتي ياك حنا اللي كتحري خبز انا راه اختك تشوها لنا عربينا شكرا اختي عزيزه مرحبا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وكثروا الاختي مالكه لي لايك وكثروا مطبخ ام عمر والشهيوات فوزيه واختي ماما هانتوما واحد وتهلاو شي مالكه ديالنا الله يخلف على اختي عزيزه الصحه والراحه اختي بها راه زاد باش دير الوجبه الاخرى قلنا لها ما ديريش البسطيله لا لا ما تعرفش بصحتكم بصحتكم اختي بالصحه والراحه على الضيافه لعقبه ان شاء الله تجي عندي المرات لانتي لاختي فوزيه وما نردك ساعه الخير كبرتي بينا الله يكبر ايوا الله يكبر بك حتى انتيا ما بقى الا نقولوا للمتبعين السلام عليكم